المال يصنع المعجزات، تظهر الصور القديمة للفنانة أحلام وهي في بداية مشوارها الفني اختلافا جذريا ما بين مظهرها في الماضي والحاضر. وتعد الفنانة أحلام من أوائل الفنانات العربيات اللواتي اتجهن إلى أطباء التجميل لإجراء العمليات التجميلية، حيث استعانت بالدكتور فادي إبراهيم خبير التجميل الذي ترك بصمته الواضحة على إطلالة الفنانة أحلام على مدار هذه السنوات. وخلال تلك الفترة قامت الفنانة أحلام بإجراء نفخ الخدود وحقن فيلر الشفايف، بالإضافة إلى توريد الشفايف وعلاج تصبغات البشرة، لكنها ظلت تعاني من الوزن الزائد والتراكمات الدهنية في الذراعين والجزء السفلي من الجسم بصورة ملحوظة. ثم قررت الاستعانة بخبرات الدكتور أحمد الأسير طبيب التجميل، والذي قام بإخضاعها للعديد من عمليات شد تجاعيد الوجه وعلاج الترهلات وفيلر الخدود والشفايف. وبات واضحا الفرق ما بين أحلام قبل التجميل وبعده، ما جعل المشاهدين يلاحظون الفروقات الواضحة والتعليق على تغير مظهرها بشكل كبير.